صوت مجلس النواب الأردني في جلسة طارئة اليوم الخميس على قرار لجنته القانونية بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاما واحدا بسبب إساءته لمجلس النواب وأعضائه ونظامه الداخلي. كما وافق المجلس على حرمان أسامة العجارمة من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد، وأحيل النائب أسامة العجارمة في وقت سابق إلى اللجنة القانونية للنظر في فيديوهات منسوبة له تضمنت إساءات للنواب وللمجلس، فيما لم تشفع مداخلة له وجه فيها تحيته للمجلس دون أن يعتذر. في وقف مذكرة نيابية طالبت بأحالته إلى اللجنة القانونية للتحقيق، وتصدر هاشتاج كلنا أسامة العجارمة موقع تويتر في الأردن الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يتعاطفون مع النائب أسامة العجارمة، حيث إنه له مواقف واضحة ودائما يطالب بحقوق الشعب ويتكلم باسم الشعب في قضايا كثيرة، فهم يعترضون على إيقافه ومنعه من الكلام وغلق الصوت عليه في مجلس النواب. فلذلك تصدر هذا الهاشتاج مواقع التواصل الاجتماعي اليوم: كلنا أسامة العجارمة.